أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه وتعالى. فصلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المؤمنون عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيها المؤمنون عباد الله، توجيه الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا بطانة، أي لا تتخذوا أعوانا، لا تتخذوا مستشارين، لا تتخذوا أمراء، لا تتخذوا مشرفين ولا مدراء، لا تتخذوا كذلك أيضا خاصة في أعمالكم. لا يأمل لا يألونكم خبالا، أي لا يألونكم فسادا، فإن هؤلاء المنافقين وإن هؤلاء الصليبيين وهؤلاء المفسدين لا يقصرون في إفسادكم وإشاعة الوبال والمشقة في مجتمعاتكم وفي إدخال الأحزان والحرج في حياتكم. ودوا ما عنتم، أي أحب مشقتكم، أحب إفسادكم، أحب المصائب نازلة بكم، وهؤلاء هم اليهود والنصارى والأخطر منهم المنافقين، الذين يتكلمون بألسنتنا ويتشهدون بشهادتنا ويصلون على نبينا، بل أحياناً ممكن يزاحموننا في مساجدنا وعلى منابرنا، فإنهم لا يقصرون في ملء المشقة في حياتنا وإدخال الخبال والفساد في مجتمعاتنا. فكم من مدير أفسد إدارته، وكم من سكرتير أفسد مديره، وكم من مستشار أضل رئيسه، وكم كذلك أيضا من قائد أضل قواده وأفسد مجتمعه. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي لا تركنوا إلى الظالمين، لا تركنوا إلى المفسدين، لا تركنوا إلى المتهبشين، لا تركنوا إلى البلطجيين، لا تركنوا إلى من لا يخافون الله ولا يتقونه ولا يرحمون ضعيفاً ولا يحترمون كبيراً ولا يقدسون حرمةً. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، وإن فعلتم فتمسكم النار، نار الدنيا بعذاباتها ونكدها، ونار الآخرة في جحيم تلظى. أيها المؤمنون، لا تداهنوا الظلمة، فمداهنة الظلمة من الركون إليهم، لا تراضوهم
فهو من الركون إليهم، لا تولوهم فهو من تمكينهم. أيها المؤمنون عباد الله، وإن من البطانة المتخذة في مجتمعاتنا الإسلامية منها ما يصول ويجول تحت مسميات خدمتنا الإنسانية والتخفيف عن مصائبنا ونكباتنا وآلامنا، إنها المنظمات الدولية، أدوات النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية من الأمم التي انتصرت في الحرب وشكلت مجلسها الصنمي، مجلسها العدواني، ما يسمى بمجلس الأمن الدولي بكباره الخمسة، أمريكا إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى الاتحاد السوفيتي والوريث له اليوم روسيا إلى الصين، لتتحول هذه المنظومة وهذا المجلس الصنمي إلى أداة احتلال وإذلال وإرهاق وإفقار ونهب الشعوب. وهذا المجلس كون له أدوات ليتوسع في احتلاله، وأعطى لنفسه مكاناً مقدساً لا يمكن النيل منه ولا الاعتراض على قراراته، ومن اعترض ولو العالم أجمع فإنه لا معنى ولا أثر على هذا الاعتراض ما دام قد أقر هذا المجلس الاحتلال ذاك القرار، وقد منح نفسه سلطة النقض والاعتراض على أي قرارات عالمية ولو بشعوب الأرض كلها تخالف مصالحه ونزواته وأجندته الشيطانية. أيها المؤمنون، هذه المنظمات شملت كل نواحي الحياة، سياسياً كالجمعية العامة للأمم المتحدة التي سميت بعصبة الأمم، ومنها مجلس الأمن، ومنها الاتحادات كالأوروبي والكومنولث والإنحياز والجامعة العربية والإكواس ودول آسيان وغيرها، كلها إفرازات النظام الدولي الاحتلالي للأمة والإنسانية المستضعفة. وهناك أيضاً منظمات اقتصادية تقوم لخدمة هذا المجلس الاحتلالي كصندوق النقد الدولي وبنك النقد الذي تذل الشعوب وتفقر وتجوع تحت مسميات الإصلاحات الاقتصادية ورفع المدخلات والإيرادات مما أفقرت الشعوب وغلت أسعارهم وتشرد حالهم وزادت أمراضهم، كلها بسبب وصفات هذه المؤسسات المالية الدولية وأخرى كمنظمة التجارة العالمية التي تبيح الاتجار بكل المحرمات لتفسد بها العقول والأبدان وتمحق بركة العرق والأموال، وغير ذلك من منظمات حقوقية كمنظمات العفو الدولية، وأيضاً منظمات أخرى كمنظمة اليونيسف والصحة العالمية وأطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشعبة النهوض بالمرأة ومنظمة الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة كذلك الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة اليونسكو المعنية بالفكر والثقافة وغيرها من المنظمات كالهجرة والبحرية والطيران والأرصاد وتنمية القدرات والمعاقين والاتصالات إلى آخرها، سيطرة متكاملة على كل جوانب الحياة لتسهيل احتلالك ونهب ثرواتك لإفقارك وإذلالك. هذه المنظمات هدفها شغل تأتي لتسهيل سهل لها الأمر لشغل الفراغ الناتج عن الحروب والصراعات والمؤامرات في البلاد الإسلامية والعربية وغيرها من البلاد الإنسانية المستضعفة، تستغل حاجات الناس وظروفهم
من أجل تمرير أجندتهم الخبيثة الشيطانية الأنانية. هذه المنظمات إنها أحد الملامح الرئيسية وأدوات الغزو الصليب الوثني العالمي على أمتنا الإسلامية والعربية، فهي تروج للعلمانية والفساد الأخلاقي والتشكيك في العقائد وهدم القيم، وتروج للاختلاط وتدعمه والإلحاد وتشجعه، تروج للشائعات في العقائد وتنشر الشبهات تحت مسميات حرية الفكر والثقافة، تفرض المناهج التعليمية بما ينسجم مع أجندتها الشيطانية تحت مسميات الإغاثة، يفسدون الأخلاق ويهدمون القيم تحت مسميات الحقوق، يدعون إلى الإلحاد ويشككون بالدين القويم، ويهدمون الأسرة ويشيعون الفواحش ويعلنون الفساد ويهلكون المجتمعات. تحت مسميات الحرية يعلنون الفوضى والتمرد ويشجعون على القيم، على قيم المجتمع وقواعد الأمة الدينية والأخلاقية والمجتمعية. أيها المؤمنون، إن هذه المنظمات التي راجت وشاعت في كل مكان واستوطنت البلدان، هذه المنظمات تخضع لأجهزة المخابرات العالمية، وخص بذلك الدول الخمس الصنمية للسيطرة على العالم وتقاسم النفوذ وإذلال الشعوب ونهب الثروات، فمبعوثيها عاثوا في الأرض فسادا. فانظر إلى ليبيا، 9 مبعوثين دوليين أوصلوها إلى حافة الفقر وهي تربض على بحيرات من الخيرات والأرض الواسعة، وصار أبناؤه يموتون في البحار بحثاً عن لقمة العيش والحياة الكريمة في أوروبا. وانظروا إلى اليمن، 4 مبعوثين دوليين ما زادونا إلا فقرا وما زادونا إلا وجعا وألما، وما زادوا البلاد إلا تفتيتا وتشظيها، حتى إن الذي يتولى مسؤولية أممية عندنا يكافأ بمكانة مرموقة بعد أن ينتهي من عمله لدينا. مثلا جريفيث كان مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، وبعد أن انتهى من مهمته التمزيقية العدوانية، بعد أن أزم الأزمة وشظاها، بعد أن غذى الصراع وقواها، كوفئ ومنح نائب هيئة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العالم، من مسؤولية في قرية بمقياس كبرى العالم اليمن إلى مسؤول على مستوى العالم، لأنه قام بمهمته. أيها المؤمنون عباد الله، مؤسسات ومنظمات أسسها يهود وصليبيين ومتآمرين قادوها حتى أوصلوها إلى هذا الحال. أيها المؤمنون عباد الله، هل يرجى من هذه المنظمات التي ترعى الشذوذ وترعى اللوطية في العالم، ويعلن سيدهم وقائدهم بايدن ويقول إننا أمة مثلية ولا يمكن أن نتعاطى مع الدول الأخرى إلا بموافقتها على قوانين تدافع وتحمي حقوق المثليين؟ هل يعقل من منظمة أممية سنت قانون وتفرضه على الأمم والدول والشعوب يقضي بإلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة بشكل عام، كما سمي بقانون أو اتفاقية السيداو؟ إن منشأ هذه المنظمات قامت على أيدي المخابرات العالمية، فأنى لمخابرات أن ترحم الفقراء وأن تراعي حال المرضى
وأن ترحم وتشفق على المتضررين من الحروب، وأن تنقذ الملهوفين والمتشردين. إنه اتجار بالإنسانية، وينتفعون بآلام وأحزان وأوجاع الإنسانية. أيها المؤمنون، تعقد المؤتمرات للمانحين فتجلب المليارات تحت زعم تخفيف المعاناة. كاليمن نموذجا، فالأمر ذا خطورة وأبعاده المؤلمة. توظف تلك التبرعات لتوافق وتحقق غايات سياسية احتلالية للشعوب ونهب ثرواتها. ترسل مواد غذائية فاسدة زيادة وإمعانا في إذلال الشعوب والفقراء والمحتاجين كما حصل في اليمن وسوريا. فأين الأثر؟ ارتفاع نسبة تشرد الأطفال، وارتفاع نسبة الجهل والأمية، وسوء التغذية والتربية. الفقراء يموتون من الجوع والأمراض، وكل يوم في زيادة. التمييز العنصري والغذاء الطائفي كل يوم يحتاج العالم، يجتاح العالم ويدمره ويرهقه. حروب، صراعات تتوسع، وأزمات تكبر. فكانت مهمات هذه المنظمات هو إدارة الأزمات وإدامتها، هو تغذية الأزمات وتوسيع رقعتها للوصول لغرض وهدف احتلال الشعوب وإذلالهم ونهب كذلك ثرواتهم. إن هذه المنظمات منظمات نفعية متربحة من مآسي المسلمين والمستضعفين. أكثر من الثلثين من أموال المتبرعين تغطي المرتبات لكبار الموظفين، تغطي بدلات مخاطرهم، بدلات سكنهم، بدلات مخاوفهم، بدلات أمنهم، بدلات تحركاتهم. بل وصل الحال بهذه المنظمات أن كادت للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية حتى أغلقت عن طريق أبنائنا وأياديهم العميلة المنافقة، فأغلقت وجمدت أكثر المنظمات الإسلامية وأعيقت عن أداء عملها. كل ذلك لتبقى المجال والساحة مفتوحة أمام المنظمات الدولية لتفسد العقل والقلب والبدن معا، وتهيئ الواقع للاحتلال الصليبي الاستعماري الأممي. أيها المؤمنون، إن هذه المنظمات سعت في إسناد الأنظمة الطاغوتية القمعية. إن هذه المنظمات ساهمت بشكل فعال في إدامة الأزمات وتغذيتها لتبقي الشعوب تحت الاحتلال. اليمن نموذج تحت نار المنظمات ووهم المساعدات وخرافة الإنسانيات. خلال 7 أعوام من الحروب والصراعات التي هم غذوها وأشعلوها ووسعوا دائرتها، 7 سنوات تنفق هذه المنظمات كمجهود إغاثة كما يزعمون داخل الشعب 17 مليار دولار في 7 سنوات. 17 مليار. من فضائحهم 250,000 طن من الدقيق الفاسد الذي السلطات المحلية رفضت استلامه لعدم موافقته للأوصاف والمقاييس. من عبثهم باسم إغاثتكم، باسم لقمتكم، باسم شربة الماء تروي ظمأكم،
باسم ملبسكم، باسم كبسولة الدواء لعلاجكم، باسم رصف طرقاتكم، باسم معالجة أوضاعكم. ملايين الدولارات أنفقت من أجل بروشورات يعلمونكم كيف تغسلون أيديكم، وملايين الدولارات من أجل أن يستقطبوا بناتكم ليعلمونهن لعبة نفخ البالونة ولعبة قرح البالونة بفم زميلتك، في فمك دبوساً وفي فم زميلتك بالونة منفوخة ودورة بآلاف الدولارات. من يكون الأسرع بأن يقرح البالونة في فم زميلته؟ دورات كيف تسحب الربل من تحت علبة الماء الفارغة وينفق عليها مئات الآلاف من الدولارات بل الملايين باسم إغاثتكم، باسم قطمة البر التي يعطونكم، باسم علبة الزيت، باسم حبة العدس، باسم حبة البنادول، باسم الأدوات الصحية وباسم الصابونة. أيها المؤمنون، عملها تخضع هذه المنظمات أولاً للمانح، تخضع للمتبرع، فمن ملك المال ملك القرار، وهذه المنظمات تخضع لمن يتبرع لها لسياساته لأجندته. وهل هناك دولة ترضى لاستقرارنا في اليمن؟ لا وربي، كلهم في كيد، كلهم في مؤامرة، ولا أستطيع أن أقول إلا ما رحم ربي، لأنهم كلهم في فلك النظام الدولي الاحتلالي يسبحون. توزيع قمح وزيت، طباعة منشورات، أدوات صحية، صابونة، برامج غسل يدين، توزيع الحفاضات، لعبة شد الحبل، الربل تحت علبة الماء، نفخ البالونة، بناء البيت من الورق، ملايين الدولارات باسمكم تذهب لهذه التراحات. هذا ليس تجل، هذا في وسائل التواصل الاجتماعي، بل نشروها في قنواتهم الفضائية. مليارات أنفقت في رسائل تنظيم الأسرة ودعم ما يسمى بالمعنفات وتشجيع الطلاق والتمرد على الأسرة. أيها المؤمنون، الأمم المتحدة ومنظماتها ترعى الفساد وهي ترعى العدوان، فأعلن في 2016 أن في اليمن 2 مليون محتاج لمساعدة، وفي 2017 تعلن الأمم المتحدة على أن في اليمن 6 مليون محتاج لمساعدة، وفي عام 2020 تعلن تقارير الأمم المتحدة على أن هناك 20 مليون في اليمن يحتاجون لمساعدة، وتقرير 2021 تعلن الأمم المتحدة على أن المجاعة تهدد اليمن. طيب والمليارات وين؟ استلموا مليارات لعلاج الفقر لمساعدة الناس، وكلما استلموا مليار كلما زادت نسبة الفقر والحاجة. أيها المؤمنون، أتدرون أين هذه الأموال؟ انظروا إلى مقراتهم الضخامة والقلاع المحمية بل والمغلقة والمصمتة حتى من الهواء، انظروا إلى الأموال الطائلة التي يبددونها، انظروا إلى المساعدات بالمليارات كما ذكرت لكم، 17 مليار أنفقت من أجل مساعدتكم، فأين هي؟ أيها المؤمنون، مساعدات لا تتناسب مع احتياجاتنا كأمة وكشعب. عشرات التريليونات أنفقت في أوقات قصيرة. هل تعلمون أن مكتب المبعوث الأممي أنفق في 2019 1,300,000 دولار بدلات سفر جوي، يعني ما يقارب مليار إلا ربع نفقات سفر جوي. هل تعلمون أن إضافة إقامته وضيافته في الفندقة بلغت 3 مليون
وثمانية من عشرة بلغت 3,000,008، وفي الأخير أيها المؤمنون، تعلن منظمة الصحة العالمية عن توقيف دعمها للمستشفيات الحكومية، وتعلن الأمم المتحدة 2,000,000 طالب يحرمون من التعليم إلى 4,000,000 طالب. طيب وين الدعم 17 مليار؟ معقول إنك تأكل الفقير اليوم وغدا صاروا 2 فقراء، تأكل جابع تشبع اليوم غدوة صاروا 2 جائعين؟ لا يعقل. كلما زاد الدعم كلما قلت نسبة الفقر. ارتفاع نسبة الفقر وشيوع الرذائل وشيوع الأمراض، هذه وصمة عار في جبين هذه المنظمات. تقارير مرعبة رغم المبالغ والمليارات المخيفة التي تنفق على هذه المنظمات. ختاماً، هذه المنظمات تمثل حرباً، تمثل عدواناً ناعماً على الشعب والأمة والقيم والعقائد، تروج الانحطاط والشذوذ والفساد والمتاجرة بآلام الشعب، تدعم استدامة الحرب والصراعات، وعليه نحمل حكومتي صنعاء وعدن ومجلس رئاسي صنعاء وعدن، نحملهم المسؤولية أمام الله وأمام الشعب. وقفوهم إنهم مسؤولون على هذا العبث والفساد والإفساد المتعمد والاتجار بآلام الشعب وإدامة وتغذية أزماته وتشطيته وتمزيقه. أيها المؤمنون، عباد الله، لا يجوز لنا أن نكون شركاء مع هذه المنظمات في تنفيذ شرهم وإشاعة مكرهم داخل المجتمعات. يحرم إعطاؤهم التراخيص ويحرم ترك عملهم دون رقابة ودون رصد. أنا أتحدى المنظمات تقدم كشف ومصفوفة مدخلات ومصفوفة مخرجات لكم أنتم الشعب. أنتم من تستلمون، قالوا البر والزيت والدقيق والصابونة، ويدربوا بناتكم ويعلموا إخوانكم ويدرسوا أبنائكم، كم يستلمون وما هي حقوقهم وكم ينفقون؟ لا يمكن، وعليه يجب حجرها وحجزها ومنعها ووضع الرقابات. وإن هناك أموال ليساعدنا الموسرين في العالم أيًا كانوا، فلم تكن الأمة اليمنية قد عقمت أرحام نسائهم وأمهاتهم أن يلدن نبلاء نزهاء فضلاء عفيفي الأيدي ويوصلون الخير إلى أهله ومستحقيه. أيها المؤمنون، عباد الله، إن هذه المنظمات أخطر من الحرب العسكرية، وهي وجه العدوان القبيح الذي يجب توقيفه أو رصده ومراقبته من لجنة رقابية شعبية، ولا بأس أن يكون جزء من الجانب الرسمي فيها. فنحذر من أداء هذه المنظمات دعوات الجندر في دعز، دعوات الإفساد في إب، دعوات التشكيك والتضليل في صنعاء. لقد جندوا لنا ملحدين ومائعين ومن يجيسون زواج المحارم ومن ينكرون الذات الإلهية ومن يبيحون الموبقات ومن يتمردون على العادات والتقاليد، جندوهم ودعموهم بكل الأموال وكل الأرض، ومنحوهم الغطاء السياسي والأمني والتحركات في عواصم العالم، وفسحوا لهم القنوات لينشروا أفكارهم وليستقطبوا من أبناء أمتنا وشعبنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان
على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها المؤمنون عباد الله، هذا الشق الأول من شق خطبتنا لهذا اليوم، وهو المنظمات الدولية وخطرها. الشق الثاني كان في خطبتنا هو الخدمات الرسمية. كنت سأحب أن أتحدث باختصار عن خدمة الكهرباء المؤلمة في صنعاء وتعز وإب والحديدة وغيرها. رسوم باهظة وخدمات رديئة وقرارات من الوزارة لا تتجاوز حبرهم. خدمات الماء الذي يشكو التلوث من تلوث الأحواض المائية جحيم ومصيبة للأجيال. خدمة التعليم التي كل يوم تنهار بسبب حرمان المعلم من راتبه وحقوقه، والذي لا نحتاج إلى المرتزقة والعدوان ورضا أمريكا أن تعطيهم رواتبهم، فلدينا من المدخلات ولدينا من إجراءات تخفيف النفقات الرسمية وغيرها لسد ثغرة رواتب المعلمين لتتحرك هممهم في تعليم أبنائنا. كذلك أيضا خدمة الصحة والمستشفيات انهارت الرسمية لتفتح الباب للاتجار للمستشفيات الخاصة، ويزداد المسلم والفقير والمحتاج إرهاقا على إرهاقه. وغير ذلك من الخدمات كخدمة التخطيط الحضري. يا مكتب الأشغال، ألا تنظر يا مدير الأشغال وقبلك وزير الأشغال وقبلك مختص الأشغال في المجلس السياسي، ألا تستحون أن تنظروا إلى إب الطائرة أو من جبل بعدان أو من غيرها لتجدوها كتلة خرسانية؟ اللواء الأخضر يتحول إلى اللواء الخرساني، إلى التصحر الإسمنتي، لا تخطيط حضري. وإن كانت لديهم مخططات باعوا شوارعها، عمارات انشئت بالمليارات وشوارع أمامها لا تخدم سيارتين ذهاباً وإياباً، فندقة تفتح وأسواق بالمليارات ولا يوجد مواقف كذلك للسيارات ولا حتى أرصفة لحركة المشاة. قالوا هذا نظام من قبلنا وهذا فساد النظام، فما بال النظام اللاحق يمارس نفس الفساد ويمارس نفس العقلية. يا وزير الأشغال، انظر إلى السحول أين مخططاته. يأتي المتهبش على الشارع العام فيبني بمزاجه وهو ملياردير معه 5-6 سيارات، حتى لا يترك للشارع ما يوقف به سيارة واحدة، ويثبت في الليالي ويعطى ويمنح الرخص ويسهل له بالحيل وغير ذلك من تغطيات أمنية وسياسية حتى يثبت، ويأتي يبني بعده فترفع قضيته فيحبس، ثم يتدخل المتدخلون ويقولون لا مانع لا مانع لا مانع، مساواة بمن سبقه أو بأمثاله. يعني إذا كان الشارع 10 متر أبو 10، إيش المشكلة إن نخلوه نص كيلو أبو 12 أبو 20؟ حتى إن مدير الأشغال السابق قابلته مرة في بيت المحافظ وقلت له شارع 16 شارع 8 وشارع 12 وهو 16، قال أين هو؟ قلت له اسمه كذا، قال أين يقع؟ هذا مدير عام وكان يصرخ، كان يصرخ لما يبتسق حلقة يقول عندنا، وصرخ المصلحة العامة. انظر يا مدير الأشغال إلى شبان رخص على شوارع 6، هل يعقل يا مؤمنون؟ هل يعقل يا حضريون؟ هل يعقل يا مهندسون أن شارع 40 يتفرع منه شارع 3 وشارع 4؟ قالوا فساد من قبلنا والجديد فساد من؟ فساد من؟ وإن تحرك المجتمع وتحرك المحتسبون وتحرك الغاضبون طرحوا في القائمة السوداء لا يمضى لهم عمل، ويعرقلوا في كل إدارة لأن هؤلاء فضوليون وهؤلاء جاءوا عادهم قرينع كما يقال. هذا باختصار سريع. الخدمة العظيمة
التي تحتاج منا إلى حماية كبيرة وإلى تضحية عظيمة، لأنها ملكنا وخدمتنا. إنها الوقف أيها المؤمنون، الوقف ذاك المقدس، الوقف ذاك الخدمة النافعة، الوقف ذاك التنمية المستدامة. الوقف اليوم الذي يتحول إلى فريسة للمتهبشين، فريسة للمتنفذين، فريسة الذين لا يخافون من لعنة رب العالمين، ولا يخافون من ذنب المؤمنين، ولا كذلك أيضاً يرتدعون من تجيش المجتمع. الوقف إنه الحبس، الوقف إنه الحبس، حبس العين وتسبيل المنفعة على المحتاجين. الوقف يجفف الجريمة بخدماته. الفقر، الوقف يجعلنا لا نحتاج للمنظمات بكل مجالاتها. فالوقف للفقراء إطعاماً، وهو للجائعين إشباعاً، الوقف للظامئين إرواءاً، الوقف للكاسين للعارين كساءاً، الوقف للمرضى علاجاً، الوقف للجهلاء تعليماً، الوقف للطرقات تعبيداً، الوقف للحيوانات الهرم رعاية، الوقف للضعيف قوة، الوقف للمحتاج غنى وأمل، الوقف لكل جوانب الحياة. ولذلك الوقف ليس مال دولة، الوقف مال أمة، فيجب على الأمة أن تدافع عليه، ويجب على الأمة بأفرادها أن تحميه من نزوات ونزغات شياطين الإنس من أبنائها، وإن كانوا تحت غطاء المتنفذين والمفسدين في الأرض. أيها المؤمنون عباد الله، الواجب تجاه الوقف، الوقف ليس ضعيف يا متهبش، يا متمالئ ومتعاون مع المتهبش، الوقف ليس ضعيف. الاعتداء على الوقف تلعنه، تلحقك اللعنات، طرد في الدنيا من رحمته، وطرد في الآخرة من رحمته. فوقوعك في النكد والشقاء في الدنيا، ووقوعك في الخزي والعار والجحيم في الآخرة. الوقف سينتقم لنفسه بدعوات الصادقة لمن وقفوا، ودعوات المستحقين لتلك المنفعة ممن حرموا. أيها المؤمنون عباد الله، إن حماية الوقف مسؤولية الجميع. تذكرون آباءكم كان إذا مر بسحب البتول بعد الأثوار من أرض الملك أو من أرض الوقف ليكمل يومه في الملك، يوجف ويخرج التراب من السحب حتى لا تختلط بالملك. واليوم صار يزيل الحدود ويزيل الأوثان ويبعد المعالم من أجل أن يزحف إلى أرض الوقف ليبالغ ويزايد في أرض أجداده الملك والحر. أيها المؤمنون، من اقتطع شبرا من حق أخيه بغير حق طوقه من سبع أراضين. من حق أخيه، حق واحد جارك بس، أحمد أخذ شبر من حق محمد واحد، طوقه من سبع أراضين، حمله سبع أراضٍ، كل أرض فيها تراب وأحجار وجبال، وكل أرض فيها بني آدم، فيها بشر ومخلوقات، رأيتم؟ فكيف الذي يقتطع شبراً من الوقف؟ فالوقف حق مئات الملايين من الفقراء، ومئات الملايين من العطشة، مئات الملايين من المشردين، مئات الملايين من المرضى، مئات الملايين من الغارمين والمقطوعة السبل فيهم، مئات الملايين من الضعفاء والمحتاجين، هم خصومك بين يدي الله لأنهم مشتركون في هذا الشبر. أيها المؤمنون عباد الله، لدينا خطرين على الوقف. الخطر الأول العدو الخارجي من المتهبشين الذي يسعون إلى إلغاء الوقفيات، أو يسعون إلى التشكيك في صدقيتها
ويسعون للاستيلاء على الوقف بالقوة أو بالحيلة أو يسعون إلى تعطيل منفعة الوقف، هذا العدو الأول خارجي. والعدو الداخلي هو موظف الأوقاف، هو متولي الأوقاف الذي يهمل المتابعة، يهمل الرقابة على أرض الوقف، يقدم التسهيلات ويرصد ويقرأ الثغرات في بعض المكتوبات من المسودات، ويفتح الأبواب للمعاملات، وكذلك أيضا يطبع بعض الموظفين النبلاء والمدراء الأتقياء للسكوت أو الدعممة أو إغرائهم بالمال بعد التشكيك في تلك الوثائق. هذا عدو لدود موجود داخل الأوقاف: مدير قسم، مسؤول قطاع، سكرتير، مراقب، أي حاجة يقدم تسهيل لمتهبش هو عدوان بذاته، وهو أخطر من الخارجين. كما قال الآباء: الحبة ما تصم إلا من داخله. ولا متهبش خارجي بقبيلته برجاله بجيشه، كان مشرف، كان مدير، كان قائد عسكري، كان قدم 20 شهيد ومية شهيد وألف شهيد، لا يمكن أن يتهبش إلا ومعه ضوء وعين وجاسوس داخل المكتب. أيها المؤمنون عباد الله، تكوين لوبي العدوان الداخلي في الأوقاف يكون لوبي لتسهيل إجراءات المعاملات والتوقيعات، والمتهبش الخارجي يكون لوبي من المنتفعين بتوزيع الأرض اللي تهبشها. لك 10 قصب، ولك 20، ولك 100، ولك 50، ولك 5، ولك 3، كله على حجمه. فيتحول هؤلاء الأعوان بين ساكت وبين متآمر وبين مفضوح متعاون. أيها المؤمنون عباد الله، أيام المتهبشين لن تطول. يا متهبشين، كنتم بأسمائكم وآبائكم أو كنتم بكناكم متسترين، كنتم مدير أو مشرف، كنتم وزير أو قائد، تأكدوا أن الحق لا يذهب بالتقادم ولا يضيع بالتقادم، وأن الحق أبلج، وما أخذتموه اليوم بالقوة سيؤخذ منكم ومن أبنائكم في الدنيا والآخرة بالقوة كذلك. أيها المؤمنون، هناك تحديات تواجه الأوقاف، من أهم التحديات المتهبشين، ومن أهم التحديات المصارف وتوزيع المدخلات على المصارف المحددة في وصايا الواقفين، والترفع يا مدراء على الكماليات من الدعايات والإعلانات وخدمات اللجان في الطلوع والنزول، وكلها تهدر من أموال الأوقاف. أيها المؤمنون، كذلك أيضا أدعو هيئة الأوقاف إلى سرعة تشكيل مجلس قضائي خاص بقضايا الأوقاف. ألا تعلمون أن المتهبشين شارع الأوقاف لسنين عديدة بوثائق مزورة؟ وعندما تطلع أنت على الوثائق التي يشارع فيها المتهبشون الأوقاف ولا يعترفون بوجود مواضع بمسميات الأوقاف، تجد أن وثائقهم تحكي من خلال مسميات حدودها موضعاً غير الموضوع المتنازع عليه. أين هؤلاء موضوعهم؟ السجن والاعتقال والكسر والإذلال، ليكونوا عبرةً للمعتبرين. وسنوات أنفق الأوقاف ملايين المحاماة والتقاضي والأوقات والانفلات والفوضى بسبب الانشغال بهؤلاء المتهبشين. أيها المؤمنون، رسالة نوجهها للمجتمع: الوقف حقكم، الوقف منفعتكم، وعلى هيئة الأوقاف ومكاتبها أن تعزز الثقة معكم، لأنكم شركاء وليست خصوم. لكن بعض سياسات موظفي الأوقاف يحول الشريك إلى خصم، فيتحول الخصم إلى متهبش ثم إلى مهمل، ويقول أنجو بنفسي، أصارع متهبش، أسلمه للمكتب، يخرج يوم الثاني، يجي يقرر إحراسي ولا رأس أولادي، أنا بلغت وما لي دخل، وهكذا الحال. أو تحول الأجير
إلى أن يحافظ على الوقف، ليس لأنه وقف، وإنما لأنه يتحصل من ورائه مبالغ ضخمة بالاتجار والمزايدة فيما يسمى العناء، فيبالغون فيه أكثر من الحر، ويصل مبالغ المادنيات مع العناء أكثر من الحر، فحرم الفقراء والمساكين من المنفعة بالوقف لعدم قدرتهم على الوصول إليه، لا يوجد لديه عناء ولا يوجد لديه مادونات، فضلاً عن المراجعات والمعاملات لسنين طويلة، وهو أجر وقف له 50 سنة، أجر وقف 50 سنة، وتخلوا 5 سنوات يراجع ويعامل علشان 5 قصب يبني فيها بيت، لو إلا الولد ولا هو متهبش، روح اثبت وبعد ذلك الأمر الواقع، والمحكمة ستقول يلزم المتهبش والمعتدين بالاستئجار من الأوقاف. طيب هو معتدين، أنت الآن كافأته. أيها المؤمنون عباد الله، إن المتهبشين عندما يتمالؤون ويتعاونون مع بعض المتهبشين الداخليين يمنحونهم قطعة من الأرض إذا استطاع أن يتهبش وثبت عليها أنها مال آبائه وأجداده أو أنها من شروات وكلائه وإخوانه. أيها المؤمنون عباد الله، تشكيل محاكم خاصة وتحرير قضايا الأوقاف من القضاء العام والنيابات العامة. أنا قبل أيام لأطلع على قضية لها سنين ولأقرأ الوثيقة، أتفاجأ أن حدود المدعي أنها وقف لأرض الوقف، المدعي أنها ملك أرض الوقف، حدوده في ورقته تبعد عن موضع النزاع المفترض بأكثر من 1 إلى 2 كيلو. طيب من جعل هذا سارحا؟ من جعله هذا جوار المدير متكئا؟ من جعله جوار القائد والمشرف متغديا ومبتسما ضاحكا؟ غير التمالؤ على مال الوقف. نحن في حرب ما خرجنا منها، نحن في صراع، نحن في فقر، إنها لعنة الاعتداء على الأوقاف. يا مؤمنون، يا فقراء، يا جائعون، يا مستضعفون، يا شاكون، يا باكون، حالنا من أسبابه لعنة السكوت على الاعتداءات على أراضي الوقف. نريد محاكم ناجزة، نريد شرطة أمينة، مش شرطة تخرج تدور الأجرة. أناشد هيئة الأوقاف أن تغني الموظفين برواتب، ما تخليش يخرج يمد إيده ودالي أجرتين ويصطلحوا، ما لي دخل، ما جيتوش أنا أحررها. أغنوهم من مال الأوقاف، هم متولين اشبعوهم، أغنوهم، وفروا لهم حقوقهم، ثم قصوا أيديهم، ثم افصلوهم، ثم ارفعوا الغطاء عليهم. والمتهبشين من مسؤولي القطاعات أو مشرفي المربعات يفصلوه ولا زال يمارس الإذلال والتهبش على الرعية لأنه كان قبل سنة مربع. أيها المؤمنون عباد الله، وأخيرا أقول إن عدم البت في قضايا متعلقة بالأوقاف لأنها لتطمع المتهبشين أكثر وأكثر، فالتهبش عصابات متخادمة ممنهجة مبرمجة. ألا ترون كل مرة نسمع لون من ألوان المتهبشين، يوم فلان وفعلنا معه 2 سنوات ووقت قصير وقد معنا فلان آخر، يوم علان وآخر قد معه زعطان، ويأتي المتهبشون وقد معهم اتفاقيات مع أقسام شرطة ومدراء أمن وجهات اجتماعية بل ومسؤولين في القيادات العليا. أيها المؤمنون عباد الله، أيها المؤمنون عباد الله، إن المتهبشين عصابة متخادمة متنافعة ممنهجة، كل يوم تظهر في لون وكل يوم تظهر في شكل، وإن وجدوا محتسب أو وجدوا مديراً حازماً قوياً شجاعاً يخاف الله تكالبوا عليه وتآمروا عليه فأوقعوه، ثم بعد ذلك حاولوا أن يستذلوه ويستضعفوه لأنه ما خالف أهواءهم. ومن هذه القضايا قضية مدير الأوقاف،
أصحاب الأوقاف يعرفون من هو أبو الفداء، لا متزلف ولا يعرفه. كنت أواجه المدير فك الله كربه وأسره وهو في شارعه، وأذكر يوما قلت له في الشارع أمام عشرات الناس: يا مدير، إن لم تكن أنت فاسد فأنت غطاء المفسدين، إن لم تكن أنت متهبش فأنت غطاء المتهبشين. قال: رضي الله عليك، وما وجدت فيها من خطأ فقل ما شئت. أيها المؤمنون، إن قضية بندر العسل وأرفعها مناشدة بعد سنة كاملة من وقوعه في السجن ليس لقضايا شخصية، وليس لنهبه من المال العام، وليس لشيء هنا أو هناك. الأخطاء حاصلة والغلط واقع والتراكمات كثيرة والتركة عويصة، لكنه وقع فيما وقع فيه نتاج دفاعه على أرض الوقف. فندعو الجهات المختصة بقيادتها الإشرافية والرسمية سرعة البت في قضيته ليعزز دور الموظفين في حماية أرض الوقف، وليعزز دور الأمناء والنبلاء والأتقياء من الموظفين داخل مكاتب الوقف، ويخسأ وينكسر الموظفين المتآمرين والمتماليين مع المتهبشين الخارجيين. وعليه ندعو إلى سرعة البت، لأن القضية تمثل كانت حماية على الوقف، وما اختلف مع فلان إلا من أجل الوقف ومنع التهبش عليه والاستيلاء عليه بالقوة، فكان نتاج ذلك ما حصل من الرماية والاقتتال. أكرر المناشدة، مناشدة بضمير، مناشدة باسم كل وقف حمي وباسم كل محتاج وصل من خير الوقف أن يبت في هذه القضية ليمنع التهبش. وإلا أقول وأحذر مجلس السياسي الأعلى، الهيئة الإشرافية، عدم الحسم في هذه القضية سيفتح لنا عشرات المتهبشين، ثم قولوا لنا يا خطباء تكلم مع الوقف، دافع الوقف، نقول لكم عفوا، أنتم من تمالى وتواطأ مع المتهبشين مع المعتدين، ونعتذر لكل من أسيء إليه من قبل المدير برفع صوته أو خطأ في معاملاته، وأدعو هيئة الأوقاف للضغط على مكتب أب بسرعة إتمام معاملات الناس وبسرعة إنجاز معاملاتهم والتخفيف في أجور المأذونيات والتخفيف في إجراءات المعاملات. وأنا واحد منكم، معي ملف يا موظفين ويا رئيس هيئة ويا نائبه، وهم يعرفوني ويعرفوا ملف له 7 سنوات وصارع متهبش، وكلما هذا المتهبش طرده مدير جاء مسؤول صاحبه وقال له وقف معي وأنا أدي لك ويجمد الملفات. إذا كنت هذا أنا أبو الفداء، فكيف غيري؟ فغيري يشكو الآلام، فالعدوان الذي سهل للمتهبشين هم هؤلاء الموظفين المنتفعين، هم المعتدين، هم المتهبشين. أكرر المناشدة بسرعة البت في قضية الأستاذ بندر العسل، لأنها تمثل الشجاعة في حماية الوقف ومواجهة المتهبشين والمحاولين على الاعتداء والاستيلاء على أرض الوقف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا أجمعين. اللهم اغننا من فضلك ولا تحوجنا إلى أحد من خلقك. اللهم نجنا من خطر المنظمات وكيد المؤامرات. اللهم نجنا من خطر المنظمات وكيد المؤامرات. اللهم احمي أوقاف المسلمين بعزك وجلالك
وارفع شان من دافع وحمى وقف المسلمين، ووفق كل من أراد إيصال منفعة الوقف إلى أهله المستحقين يا رب العالمين. يا قوي يا متين، أمنا في أوطاننا، أمنا في أرزاقنا، أمنا في أقواتنا، أمنا في أبداننا وطرقاتنا وفي كل مسالكنا وأحوالنا. اللهم من أراد بنا سوءا ديناً وأخلاقاً